عشاق الرجاء احييكم اينما كنتم في عدد جديد من برنامجكم ميكرو مكانة وتصريحات جماهير الرجاء في كل مقابله للنصور هنا بالبيضاء. اليوم مباراه الجوله 13 من الدوري المغربي للمحترفين يستقبل فيها الرجاء فريق شباب الريف الحسيمي. كيف ينظر الجمهور الرجاوي لهذا اللقاء؟ الجواب في الروبورتاج والتصريحات التاليه. رجاء الحسيمة بعد التغلب على الفتح الرباطي وايضا فريق الكوكب مراكش هناك مراكش، الدور اليوم هنا بالبيضاء وثلاث نقاط لا بد منها، ارتسامات خصوص مباراه اليوم. اليوم ان شاء الله الفريق غادي يلعب بواحد الخطه مغايره على الخطه اللي كان كيلعبنا، وحنا بدورنا تايقين في اللعابه ديالنا واللعابه كاملين مستعدين اليوم اشد الاستعداد انهم باش ينتصروا باش يجيبوا ثلاثه النقاط. هاد الماتش هذا صعيب شويه ولكن الرجاء البيضاوي كاينين، سمعتي كاين المقابله قويه ورابحين ان شاء الله بجهد الله شي ثلاثه لتر ان شاء الله. شنو هو؟ حنا تنطلبوا من الرجاء ان شاء الله تربح هذا الرجاء هذا الماتش هذا ان شاء الله باش نمشيو كاملين ان شاء الله البركان، غنعمروه ان شاء الله كتيران كامل ان شاء الله. النتيجه 1-0 ان شاء الله حنا، واحد. ان شاء الله غتكون نتيجه طيبه وكنتمنوا من اللاعبين يكملوا على هذا الصحوه اللي يديروا، وحنا راه مساندين الرجاء في السراء والضراء ان شاء الله. وهادشي ما كنتمناه هو الفريق الرجاء البيضاوي اللي بيكون الانتصار اليوم، خصوصا مع الصحوه ديال فريق الرجاء في جوج المقابلات اللي فاتوا ضد الكوكب المراكشي والفريق الاخر. كنتمناو اللاعبين يقوموا بالمجهودات ديالهم اليوم على احسن وجه ويفرحونا بثروه بوان اللي غتمكننا ان شاء الله من نتقدموا لصداره الترتيب. خاصة تحقق نتيجة اليوم باش تزكي النتيجة اللي كانت قبل. غنضربوا هذا الماتش ونفوتوا الوداد. انتصار الرجاء. النتيجة 2-0. بسم الله الرحمن الرحيم، أول حاجة الحمد لله على الرجعة اللي رجعت الرجاء. كانت واحد الأزمة اللي صبرنا فيها الحمد لله وجينا ساعدنا الفرقة وخرجناها. اليوم إن شاء الله كنتمناو الفوز. وباش نفرحوا هذا الجمهور ويزيد الجمهور يكثر عندنا، حيت الحمد لله الرجاء راه قوية بجمهورها. وكنظن ان التشكيله اللي كاينه هي اللي غادي تكون ان شاء الله، حيت هي باش فزنا ان شاء الله بالمقابله الاولى المقابله ديال مراكش، فهمتيني. المهم كنتمناو بان الجمهور يعاب هذا الشيء ويجيك بكثره باش يساند اللاعبين، باش حنا نكونوا كاع قدوه للاعبين، باش حنا نكون شي مقابله تكون على جديه. والنتيجه ان شاء الله نتمناو واحد جوج اللي جابوا الله، المهم الرباح ان شاء الله. المقابله ما غاديش تكون سهله، شباب ريف حسيمي جايين هنايا باش يحققوا نتيجه ايجابيه، باش يستمروا في هذيك السلسله ديال النتائج الايجابيه اللي حققوها، ومؤخرا تعادلوا مع فريق المغرب التطواني. كنتمناو سي جوزي روما ويخلي نفس التشكيله اللي لعبات ضد الماتش الاخر، ما يدخلش لنا فتاح حيت كيخلق واحد ديزيكيليبراج واستيرار. وشكرا. الرجاء تؤكد صحوته على حساب شباب الريف الحسيمي، فوز عريض 4 أهداف لهدف واحد، وربما رجل المقابله صلاح الدين عقال بدون منازع. بالطبع هاد النتائج الاخرى كتاكد بان اللعابه كاملين تحروا من الضغط النفسي اللي كان عليهم شحال هادي، وكنظن كاع المباريات اللي كانوا قدام ما كنظن زعما الرجاء ما كانتش كتلعب وانما كان الحظ. اما باليوم كياكدوا بان هذا الانتصار جا بالطريقه وبالاداء، وراك شفتي الحضور الجماهيري كي كان، وكنتمناو ان شاء الله في ما تبقى من الدورات نكونوا على الاقل في الصف الاول والثاني ان شاء الله. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، فريق الرجاء البيضاوي رجع الانتصارات ديالو، ربما بعض الناس كانوا غالطين ان الرجاء ما غاداش ترجع، فالرجاء تمرض ولا تموت، فننتظر الرجاء، فهو الرجاء قادر باش يفوز باللقب، لان ما بينه وبينه غير 3 بوا، ومازال غادي نقولوا كلمتنا ان شاء الله في بركان، ولما لا نختموها ان شاء الله ضد خنيفره. وتنشكر الجمهور الحاضر اليوم، صراحه فكرني بجمهور اللي يحضر في مونديال انديه، كنا تنتمنوا نحضر في مونديال، والحمد لله اليوم في البطوله قادر انه الجمهور هذا راه يستاهل انتصار ب4 ب5 باي انتصار، وديما راجع. المقابله كانت واحد المقابله جيده، وكان واحد الجمهور
الجمهور اللي هو رائع دائما، اللي تقريبا كان خساره كبيره لجوزيف بلاتير في المونديال، لان كان عنده هذا الجمهور غيكون ناجح 100%. ولكن الحمد لله نقدروا نعودوا من تشامبيونز ليغ، وهذا الانتصار هذا كيبان لي ان بطوله الخريف غتكون ان شاء الله الا كانت واحد الاستمراريه وكان تعثر الفرق فرق الاخر. ما نشوفوش بطوله، ما نشوفوش بطوله رجاويه دابا حاليا، كنشوفوا هنا البطوله الخريف. دوك الناس اللي ظنوا اننا حنا ان الرجاء مرضات ومشات على البطوله، وكنشكر البريزيدون على التشبث له والاستمراريه ديالو. ما كتعرف اللقاء ديال اليوم كان جميل، وكان جمهور صامت فريق الرجاء البيضاوي، وكحنا لي جوار جينا نستادو فريق الرجاء البيضاوي، وتنشكر البريزيدون وكنشكر اللعابه اللي داروا هذا اللقاء جميل ان شاء الله. وكنتمنى ان بطوله الخريف ان شاء الله بحال والو ان شاء الله تكون مضمونه ان شاء الله.